طيب ماشي، خلينا ناخد تليفون يا كابتن قبل ما اخد الاجابه من حضرتك مع المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحه. يا فندم برحب بيك. اهلا يا كابتن، ازيك يا استاذ عمر؟ اخبار حضرتك يا فندم؟ اهلا، بس على سيادتك وعلى الكابتن وليد. ربنا يخليك، ازيك يا باشمهندس؟ الحمد لله. لا يا فندم، حضرتك اللي منور دايما يا فندم. منور منور، ربنا يخليك يا فندم. عايزين نطمن على نادي سموحه يا فندم، يعني الخطه اللي حضرتك هتحطها ان شاء الله مع الكابتن احمد سامي في الموسم الجديد. طبعا في لعيبه حضراتكم هتتعاقدوا معاها، لعيبه هتجددوا بعض الاعارات الخاصه بيها، فانا عايز اعرف من حضرتك. الحمد لله ان شاء الله احنا يعني عندنا خطه طموحه باذن الله، يعني هنبذل قصارى جهدنا والصوره واضحه، واحنا تعاقدنا مع اثنين منهم خلاص خلصوا، واحد اللي هو أو بس اللي اقدر اقوله اللي هو محمود البدري، والتاني هو لاعب اجنبي ان شاء الله بكره هنعلن عن اسمه ان شاء الله. طيب حالة فندم بقى، يعني ان يعني تعاقد محمود البدري مع حضراتكم معناه ان خلاص محمد عبد المنعم راجع الاهلي خلاص الموسم اللي جاي؟ لا لا لا، ما اقدرش اقول كده، بالعكس طبعا ده هو قرار الاهلي وقرار محمد عبد المنعم، ده مش قراري، احنا نتمنى ان يكون موجود معانا، لان هو واعتقد ان هو ده لمصلحه كل الاطراف، لان هو شاب واعد جدا وممتاز جدا، وبعدين ده محتاج يلعب، يعني هو تالق كبير قوي قوي في نادي سموحه، لكن طبعا ده مش قراري، ده قرار النادي الاهلي وقرار محمد عبد المنعم، احنا سعدنا بيه جدا، لكن اللعيب ده لو استوى كمان سنه هيبقى حاجه جامده قوي 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 قوي، ده ليه مستقبل كبير قوي، واعتقد انه في طريقه انه يبقى احسن مساك في مصر. بس لسه محتاج، يعني طبعا انت عارف الاهلي في زحمه قوي عندهم في المكان ده، لكن برضه احنا بنمتثل لقرار الاهلي وقرار اللاعب. طيب يعني يا فندم اللاعب الاجنبي، هل حضرتك ممكن تقول لي من دوله ايه او جنسيته ايه؟ هو عربي. هو مميز جدا ومعروف جدا، واخد بال سيادتك؟ اطهر الطاهر يا فندم؟ ممكن يكون هو ان شاء الله. ممكن هو اطهر الطاهر هو ان شاء الله يا فندم. طيب باشمهندس فرج، يمكن هل الاهلي بلغ حضراتكم رسميا بعوده صلاح محسن النصر ماهر ولا لسه؟ لا 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 لسه، هو بعد اذنك الاهلي مش محتاج ان هو يبلغنا، صحيح، لان هو اول ما تنتهي اخر مباراه في الدوري خلاص اللعيبه دي بترجع للاهلي، يعني بترجع لبيتها، وبعدين بقى طبعا ربنا يوفقهم، هم ناس ممتازين جدا وظهروا بمظهر طيب قوي قوي، وهم لعيبه يعني لعيبه مميزه خلقا ولعبا. طب حضرتك انت يا فندم هتطالب او تطلب من الاهلي ان هو يجدد الاعاره؟ والله بص حضرتك، انا بتمنى ان اللعيبه دي تكون، يعني اقول لك ايه، هم يستاهلوا، ان هم لعيبه مميزين جدا وناس موهوبه بشكل كبير قوي. طبعا ناصر ماهر انا مش هتكلم عليه، لان انا يعني اتكلمت عليه واحنا شايفينه، هو راجل مميز جدا، وطبعا صلاح محسن ده من احسن الناس في مصر اللي بتجري بالكوره وتتحكم في الكوره وهداف، ومحمد عبد المنعم طبعا راجل ممتاز جدا طبعا في مكانه، بس هو يا باشمهندس انت عندك احسن فيروت في مصر حسام حسن. أكيد 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 بأمانة، بس لما يبقى في حسام حسن وصلاح محسن وناصر ماهر محمد عبد المنعم ومجموعة كبيرة وشريف رضا وناس كتيرة طبعا ممتازة جدا في النادي وإسلام جمال إلى آخره، فأنا فيما يخص طبعا لعيب النادي الأهلي إحنا سعدنا بيهم جدا وتمتعنا بيهم جدا، وهم متعوا الجماهير المصرية ومتعوا جماهير النادي الأهلي وهي شايفاهم في أحسن صورة، لكن طبعا هم مستقبلهم في الاهلي ومكانهم الطبيعي في الاهلي، لكن لو الاهلي، لان الاهلي طبعا عنده نجوم كتير وعنده اماكن كتيره فيها ناس كتيره، لو الاهلي راى وائتمن نادي سموحة على انه يدينا هم يعني اي حد منهم او اي حد من المميزين، ده شيء يسعدنا ويشرفنا يعني. طب يا فندم بالنسبه للمميزين الكابتن احمد سامي، يعني بعض الكواليس كده حابب يتعاقد مع صالح جمعه على سبيل الاعاره. صالح جمعه لعيب ممتاز جدا، بس الكلام ده ما حصلش غير وارد، ده موسيماني مهتم بيه جدا وهيلعبه المباراه القادمه. طب يا فندم اذا لم يتم الاعتماد عليه من قبل موسيماني وان الاهلي
طلب ان هو او عرضه على سبيل الاعاره في الدوري المصري؟ بص هو طبعا كل لعيبه الاهلي طبعا ناس مميزه جدا ونجوم. الاهلي نجوم والزمالك طبعا ناس مميزين جدا ما حدش يقدر ينكر ذلك، لكن احنا ما تطرقناش اليه. لكن لو الاهلي عرضوا للاعاره طبعا اي يسعدنا، يعني يشرفنا ويسعدنا، حاجه جميله. محدش يقدر ايه، محدش يقدر ينكر او يجادل في موهبته يعني طبعا اكيد. ولا هو اضافه كبيره جدا لاي فريق. وفي سموحه مكان، يعني سموحه في ميزه مهمه قوي ان اللاعبين بتنبخ في سموحه. صحيح. الظروف العامه بتاعت النادي والامكانيات بتاعت النادي والنظام اللي موجود في النادي بيدي فرصه للاعبين انها بتنبغ. لو حضرتك رجعت كده الاحداث هتجد ان في لاعبين كثير جدا نبغوا نبوغ كبير جدا في نادي سموحه. هل يا فندم طبعا اي حد من الاهلي يسعدنا ويشرفنا. هل يا فندم هيكون في تعاون ما بين حضرتك ونادي الزمالك في الصفقات سواء على الاعاره او حتى بيع وشراء؟ دايما بيكون في تعاون بيننا وبين الزمالك. ما هو احنا ادينا للزمالك برضه من ناس من احسن النجوم اللي في الزمالك من سموحه، واحنا برضو خدنا منهم لاعبين مميزين جدا هايلين. يعني احمد ابو الفتوح طبعا حاجه جباره، يعني حاجه مميزه قوي، من احسن الناس اللي بتلعب في الناحيه الشمال في مصر، ما حدش يقدر ينكر ذلك. وطبعا احنا نتمنى استمرار التعاون طبعا مع نادي الزمالك لان اضافه كبيره لنادي سموحه، واحنا ملتزمين. احنا ملتزمين. صحيح يا فندم. والزمالك خد مننا لعيبه كتير، والاهلي خد مننا لعيبه كتير، يعني نجوم كتيره من الاهلي وكتير نجوم كتيره من الزمالك، يعني اتربوا في نادي سموحه. طيب ابو الفتوح يا فندم، الزمالك طلب عودته خلاص ولا حضرتك هتجدد الاعاره مره تانية؟ طبعا اتمنى ان يكون هو موجود، مش عايزه كلام حضرتك، بس برضه بعد اخر مباراه ابو الفتوح هيكون موجود في الزمالك. تمام. طيب لكن الحمد لله كل اللاعبين اللي سموحة خدهم من الاهلي والزمالك النهارده في المنتخب الاولمبي، وزي ما انا قلت لحضرتك قبل كده احنا عندنا 11 لاعب لعبوا في المنتخب الاولمبي. الكابتن شوقي غريب اختار من سموحة 6 لاعبين، وده اكبر عدد من اي نادي في مصر. صحيح. ولما كنت بقول لحضرتك على الارقام وعلى اللاعبين المميزين، الحمد لله انا كنت بقولها بدقه شديده جدا لحضرتك. طب حسام حسن يا فندم، ايه اخر العروض اللي موجوده عند حضرتك؟ طبعا زي ما الكابتن وليد قال حاجه، يعني بلا شك يعني حسام حسن ده احسن مهاجم في مصر، مش انا بقول كده، هي الحقيقه بتقول كده. وان شاء الله نتمنى وجوده في المنتخب الوطني باذن الله مع الكابتن حسام البدري، نتمنى ذلك. لكن للاسف احنا ما وصلناش الى نهايه المطاف، يعني كلام من خلال وسطاء عن ان الاهلي عايزه، ان الزمالك عايزه، ان بيراميدز عايزه، قبل كده عروض اوروبيه. لما جينا نوصل للمراحل النهائيه فوجئنا انها كلها عروض اعاره، جالوا اعاره كتير في انديه كتيره جدا، سواء في السعوديه، سواء في الامارات، سواء في اوروبا، جالنا اعاره، بس احنا بنرفض الاعاره تماما، لان طبعا الاعاره فيها خطوره شديده جدا طبعا، لا نتمنى له الاصابه. لكن لو حسام حسن جاله عرض يتناسب مع قيمته ويتباع، احنا عمرنا ما هنتاخر عليه لانه خدم نادي سموحه كتير جدا. طب الوسطاء دول يا فندم اللي حضرتك اتكلمت عليهم، اللي اتكلموا عن الاهلي والزمالك، هل مواضيع جديده ولا مواضيع قديمه؟ يعني هل الوسطاء دول جددوا الكلام ولا الكلام قديم؟ هقول لك، الوسطاء بيتكلموا باستمرار النهارده وبكره، يعني حسام حسن وبرده بيراميدز اتكلموا كتير جدا على ان بيراميدز مهتم جدا بحسام حسن. ده بقول لك في كلام على حسام حسن ده تقريبا بصفه يوميه. تمام. لكن احنا العلاقات مفتوحه بيننا وبين الاهلي وبيننا وبين الزمالك وبيننا وبين بيراميدز، يعني احنا يعني الابواب مفتوحه والعلاقات مفتوحه. ولو طبعا انا بعتقد ان في نهايه الموسم لو حصل اي اتصال وكان حاجه ايجابيه ومميزه احنا مش هنتاخر، يعني مش هنتاخر، خاصه ان الحمد لله زي ما بقول لسيادتك كل لاعبي سموحه تالقوا جدا في الاهلي وتالقوا جدا في الزمالك. صحيح يا فندم، انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. اشكرك يا فندم، شكرا جزيلا المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحه، وكلام مهم عن بقى موقف سموحه مع لعيبه الاهلي والزمالك من الاعاره، ولا هيرجعوا ناديهم الموسم اللي جاي. لحد دلوقتي لسه ما حدش بلغ حد باي حاجه رسميا، بعد نهايه اخر مباراه كل شيء هيبان.